سادة أعضاء هيئة الرأي، الموضوع الثالث المهم هو موضوع قرار المحكمة الاتحادية 59 لسنة 2012 موحدتها 110 لسنة 2019. القرار مهم بالمبدأ، مو صحيح اللي جاي يصير في إدارة النشاط النفطي بالأقليم، مو صحيح أنه كلفة البرميل تمثل 50% من قيمة بيعه، يعني أعتقد هسه كلفة البرميل أيضاً تصل حتى 50 دولار، ومو صحيح أنه البيع يكون بهذا النقص الكبير عن بيع سومه. هاي مبدأ عام بغض النظر عن التفاصيل، الأمور بنتائجها. النتيجة أنه الإيرادات الصافية التي تأتي إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز في كل الأحوال 50% من قيمة النفط المباع، وهذه ملاحظة مهمة، وأعتقد هي ركن الزاوية في رؤية وزارة النفط لجودة إدارة الملف في الإقليم. طبعا هذا شيء ركيزة أساسية. الركيزة الأساسية الثانية، ماكو دولة بالعالم، ما في دولة بالعالم بها سياستين للطاقة. الطاقة كل العالم هو سياسة واحدة، هو أصلا في كل العالم هو سياسة واحدة، فضلا على دولة فيها سياستين. ما معقولة دولة تنتج نفط بسياستين، تنتج غاز بسياستين، دولة جزء منها يستورد وجزء منها يعطي مبادرات للتصدير. هذا شيء ما موجود في كل العالم. احنا شفنا آثاره السلبية بالتعاطي مع أوبك عندما لم يستطع العراق الالتزام بمحددات أوبك بسبب عدم قدرة الإقليم أو عدم التزام الإقليم بمحددات أوبك. هذا كان واضح جدا على أنه السياسة النفطية العراقية هي غير متكاملة. فنقص الإيرادات متأتية عن تصدير النفط والغاز، وجود سياستين للطاقة في بلد واحد كلاهما أمر غير صحيح، تعدد التوجهات أيضا في إدارة الملف أمر غير صحيح. لا يمكن أن يستمر الواقع الحالي، لأن خاصة ملف الطاقة يجب أن يدار بفكر واحد وبتكامل واحد. قرار المحكمة الاتحادية هو أجى مفسر لأحكام الدستور. حقيقة هي أحكام الدستور بالنسبة لي واضحة، بغض النظر المادة 110 ومادة 111 ومادة 112، الواحد يقول الحقول المنتجة، واحد يقول الحقول المكتشفة، هو الموضوع لا يدار بها الآلية. الصناعة النفطية عموما وصناعة الطاقة عموما لا يمكن أن يكون المزاج السياسي هو الرائد فيها. المزاج السياسي نعم يتأثر بها ويؤثر بها، ولكن لا يمكن صياغة ملف طاقة على أساس توجهات سياسية. ملف الطاقة في كل العالم هو ملف ربحي جدا، نعم يؤثر في سياسة الدولة الخارجية، يؤثر في علاقة الدولة مع الدول المتعاطية، يعني مع الدول المنتجة ومع الدول المستهلكة، ولكن لا يمكن أن يكون خاضع للأهواء والمزاجات السياسية الداخلية. هو صناعة ربحية تجارية تعتمد يعني أعلى معايير العمل، وبالتالي بغض النظر عن فقرات الدستور كانت واضحة لو ما واضحة، قرار المحكمة جاء قطع هذا الموضوع. وأصلا حتى قرار المحكمة هو جاء منسجم مع المعايير، يعني المعايير الصحيحة في إدارة ملف الطاقة الذي يجب أن يكون بصورة موحدة وبصلاحيات موسع. يعني نحن لا نؤمن بمسك السلطات لدى المركز، وحتى سياستنا بالوزارة الشركات هي المخولة بإدارة مجون النشاط. يعني وزارة النفط ما تتدخل في سياسة شركة نفط البصرة، أو حتى شركة النفط الوطنية لا تتدخل في سياسة نفط البصرة. وأكدنا ذلك للإقليم أن شركة نفط كردستان ستكون بصلاحيات موسعة جدا، ومثل ما قلنا فقط نقطتين مهمة، مساحتين مهمة اللي هي إقرار خطة التطوير وتسعير النفوذ. أما مجمل الصناعة النفطية اللي هي المتبقي من ضمن النقطتين أكثر من 90%، وزارة النفط ستكون أو شركة النفط الوطنية ستكون مسؤولة عن إصدار Procurement and Contract Procedures، ستكون مسؤولة عن يعني سياسات الشراء والتعاقد، الكود اند ستاندرز والفيندرز، وبالتالي هاي
يعني هاي أمور معيارية يعني معمول بها بكل شركات العالمية، نفس العلاقة اللي جاي إحنا نتعامل بها مع شركة غاز البصرة اللي هي مطلقة الصلاحية، أو نفس العلاقة اللي جاي نتعامل بها مع بريتش بتروليوم اللي هي تطور حقل الرميلة اللي هو يعني يمثل أكثر من ثلث قدرات العراق على الإنتاج. فاللي وضحناه للإقليم أنه نحن لا ننشد إدارة يعني مركزية إنما إدارة فدرالية، وبالتالي صلاحيات موسعة للشركة اللي اقترحنا عليهم تأسيس. النشاط التجاري هو الأساس في هذا الموضوع، وليس يعني الرغبة في السيطرة على القرار. أكدنا مرارا لا رغبة لبغداد في أن تسيطر على النشاط النفطي، ولكن بغداد أو وزارة النفط ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله إلى نشاط تجاري حقيقي واضح شفاف يضمن لجميع الأطراف حقوقها، ويدار من قبل شركة مملوكة للدولة الفيدرالية، وتذهب أموال وعوائد البيع إلى حساب مملوك من قبل وزارة المالية يعمل على تأمين إيرادات الإقليم في حال عجز وزارة المالية على تنفيذ كل هذه المحاولات. كل هذه المرونة وكل هذه التعاطي الحقيقة لم يؤدي إلى نتيجة. أكثر من 75 يوم من النقاش والمبادرات اللي طلعت من بغداد أو من وزارة النفط، ولكن ما كنا نتيجة. اليوم أبدأ خلي هيئة الرأي ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية بالصورة أنه الظاهر أننا ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لأحكام قرار المحكمة الاتحادية 59 لسنة 2019 و110 لسنة 2019 59 لسنة 2012 و110 لسنة 2019. المبادرات، المرونة، الرغبة في تجسير الثقة، الرغبة في معالجة الماضي لم تأتي بنتيجة. فنحن ذاهبون باتجاه تنفيذ أحكام هذا القرار. الموضوع مو سهل. إحنا ما جاي نتكلم عن إنه إحنا نعطي وعود شفوية. إحنا بلغنا الإقليم إنه مستعدين نسوي بروسيجرز واضحة، آليات عمل واضحة تضمن لجميع الأطراف حقوقها، وتضمن أنه الدولة تدير نشاطها النفطي بإدارة معيارية استراتيجية عالية الربحية تضمن سلامة الإيرادات ووحدة الدولة تجاه التحديات الدولية وتجاه تحديات الطاقة. للأسف كل هذا الكلام ما جاب نتيجة. للأسف الشديد ما أقدر أقول ما جاب نتيجة، هو فتح نقاش وخلى الناس يدز وفد ويقعدون في وزارة النفط ويتعاطون، بس لازلنا ندور بنفس الملف واللي هو عدم الثقة. ما ممكن إحنا نبقى بهذا الشيء. فأعتقد إحنا رايحين باتجاه تنفيذ أحكام القرار. تنفيذ أحكام القرار راح يسوي تحديات داخلية وتحديات خارجية. التحدي الخارجي هو ملف الطاقة، يعني ما هي الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار. أيضا لازم شركة النفط الوطنية وشركة سومو تقوم بدورها في تقليل حجم التأثير أو التأثر للسوق الدولية عند المضي في تنفيذ قرار أو أحكام قرار المحكمة الاتحادية. الموضوع حرج، وكثير من السهام راح تتوجه لوزارة النفط، كثير من التحديات الداخلية والخارجية راح تكون وزارة النفط مسؤولة عن إدارتها، شركة النفط الوطنية راح تكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخليا، تنفيذ أحكام القرار، وزارة النفط مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والتعاطي مع الجهات الدولية والخارجية بغية تفسير كل ما مطلوب. مثل هذا القرار راح يؤدي إلى حماية أمن الطاقة في الدولة، في الدولة الفيدرالية، وإرجاع الوضع إلى ما هو عليه. عموما كان ودنا انه ما نصل هاي الحاله، كان ودنا انه نحل الموضوع ويا الشركاء في الاقليم بالاسلوب اللي احنا نريده، اللي هو عمل تجاري علمي فني بحت يضمن لجميع الاطراف حقوقها، وبوجود شركاء دوليين مستشارين دوليين يضمنون الشفافيه في التعامل. لكن الظاهر ان التاريخ ادى الى وجود شرخ في عدم الثقة بين كل الأطراف. إحنا مو جزء من هاي المشكلة ولا مسؤولين عنها. إحنا حاولنا نكون مرنين أكثر مما يمكن. بالتالي هيئة الرأي لازم تعرف، ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية لازم يعرف بهذا الموضوع، ويجب أن تكون وزارة النفط على قدر التحدي الداخلي والخارجي هذا.